لوغ بالنسبه للوشم ولاج ديال الوشم، لاج ديال الوشم كاين ممكن بعض الحالات كنعرفوا لاج ديال الوشم خصوصا في الاول ديالو وفي يعني نقولوا ما بعد 3 شهور ما بعد 6 شهور، ولا كان عندنا واحد العلامات كتستبين لينا. ما عدا ذلك خصنا واحد تحليلة جلديه واللي كنقدروا نعرفوها واش قديم ولا جديد. الوغ هاد الحالات باش امتى كنعرفوا لاج ديالو؟ تنعرفوا بان الوشم فاش يلاه كيدار كيكون بيناتو احمرار، يعني الشريط البيغمون كاين وحداه واحد التفاعلات، هاد التفاعلات كتبين لنا انه باقي جديد، تفاعلات الحمراء. وبعض المرات كيكون واحد كيرافقوا واحد لودام، النودام واحد التضخم في هذيك البلاصه اللي تيكون كنقولوا منفوخ، واحد الانتفاخ تيكون. الوغ هذا تيعرفنا بانه باقي جديد، ملي كنقولوا باقي جديد فهاد السيمانه الاولى ديالته، هذا يعني سهل. عاوتاني فاش كيكون تيتكون لينا بعض الاشياء مثل دي سيكاتريس ايبرتروفيك ولا دي سيكاتريس كيلويديان. الوغ لي سيكاتريس ايبرتروفيك ولي سيكاتريس كيلويديان كنعرفوهم كيجيو من بعد 3 شهور، من بعد 6 شهور. الوغ لي ايبرتروفيك كيبدا من 6 شهور، ولي سيكاتريس كيلويديان كامله ملي كنهضروا على سيكاتريس كيلويديان كتجي من بعد عام، وحتى هذه كتقدر تاكدها لينا لا بيوبسي كوتاني. ما عدا ذلك وبيناتهم وفاش كيكبر بزاف، يعني فاش كيطول الاعوام ديالهم فما نقدروش نهائيا نحكموا عليه، تنقولوا قديم ونقولوا جديد، ولكن ما نقدروش نقولوا بالضبط الاشهر السيمانات، ما يمكنش لينا نهائيا. الوغ الليزر الوشم تيتحيد بالليزر، بالليزر بواحد الجهاز اللي سميتو لو كيسويتشيد. كنقدروا نحيدوا كيف ما كنت اسبقت وشرت لهذه القضيه باننا كاين شي وشم كيتحيد في ساع، وهو الوشم اللي كيدار هو الوشم القديم، الوشم ديال جداتنا، فهو الوشم ديال الكوزه، الوشم ديال النباتات، فهو سهل باش يتحيد. كيجي عاوتاني واحد النوع الوشم، الوشم ديال لي بروفيسيونيل اللي كيديروا فيهم واحد المواد مضبوطه، مواد يعني بين قوسين ماشي مضره بزاف، والمواد اللي تخضع لواحد لي نورم، وهما تعرفوا بانهم حتى هو اللازر تحيدهم، اللايزر تحيدهم. كاين واحد الالوان اللي كيتعصر على اللايزر باش نحيدوهم، فهو اللون الاصفر، اللون الاحمر، باغ كونطخ اللون الازرق، اللون الاسود، اللون البني الغامق، هذوك كنحيدوهم وفي ساعه. وكيف ما تنقولوا فاش كنبغيو نحيدوا الالوان هاد اللايزر، فكن هاد الوشم كنحيدوه بعده حصص، يعني ماشي حصه واحده، ماشي جوج، ماشي ثلاثه. وباش كيتعلق هاد الحصص تتعلق هاد الحصص خصوصا بالعمق ديال الوشم بطبيعه الماده اللي هو مستعمل فيها. كاين بعض الوشم اللي ما يمكنناش نحيدوه، مثلا اللي كيوشم بالمداد، بحال دابا كيوشم بالمداد، كيوشم بالصباغه، كيوشم بشي مواد اللي ما يمكنش نهائيا الليزر ما عندوش ما تيقدرش يحيدها. الوغ هادو حتى الليزر الا ضربناهم زعما الا تضربوا فيها فممكن يطرى لنا واحد غير مضاعفات اخرى. كيفاش كنعرفوا بان هذا واش بهاد الماده ولا بهاد الماده؟ ما نقدروش نعلموا عليها الا بلا بيوسيكوتاني ولا بتصريحات الانسان اللي واشم، كيكون عارف باش واشم، ولا بعض المرات كيقول لك ما عرفتش، انا ما عرفتش، مي يقدر يكون عارف باش واشم بالضبط وتيقول لنا باش واشم. لا ما يمكنش بالفحص السريري، ما يمكنش نعرفوا باش واشم نهائي. الوغ بالنسبه لتحياد الوشم بالاباغاي تاع الليزر، فكاين وحدين اللي ممكن يعطيو الراي ديالهم وهما الاطباء، وهاد الاطباء تيكون عندهم دبلوم في الليزر، دبلوم يعني هما الوحيدين القادرين على انهم يستعملوا هذا الجهاز، وهما القادرين اللي يعطيو خبره طبيه. هاد الاطباء شكون هما؟ اطباء الجلد، اطباء التجميل، هما اللي ممكن يعطيو هاد الخبره في ازاله الوشم، ما كاين حتى واحد اخر اللي ممكن يعطينا هذا الخبره مهنيا. نعم. الوغ اول حاجه بالنسبه لخديجه، قبل كل شيء دارت ولا ما دارتش، تمارس عليها ولا ما تمارس عليها، فهي ضحيه. ديجا هذاك الوشم اللي عندها في الجلد ديالها كامل، فما يمكنش شي واحد زعما غادي يكون سوي ياك ويتقبل هذاك الشيء اللي عندها. يعني انايا تنحطها دائما في المرحله انها ضحيه. ثانيا نحن الاطباء
وجميع الاطباء فهم مسؤولون. وتنديروا واحد القسم نهار الاول تيتسمى السر الطبي. شنو هو السر الطبي؟ هو ان في المعاينه وفي كل شيء فهذاك السر ما يمكن يخرج الا الجهات مسؤوله، جهات القضاء هما اللي ممكن اللي يخرج منهم، وجهات القضاء يعني بمذكره قضائيه كلها اللي ممكن يخرج. الوغ ما عدا ذلك ما يمكنش نهائيا. السر المهني كنحترموه وما يمكنش نهضروا على واحد الشخص ونقولوا هذا داير هكذا ولا داير هكذا نهائيا، ما يمكنش، ما عندها تمنى. جميع الأحوال كيف ما تنعرفوا الطب، مهنة الطب مهنة شريفة، مهنة الطب كيحكمها معايير، مهنة الطب قبل ما كنديروها تنقسموا بالسكري بسر الطبيب، ولكن كنظن في أن جميع المهن فهم عندهم واحد السكري بروفيسيونيل. وحتى ولو كنعرفوا ولا شي حاجة إلا ما كناش مطالبين من جهة قضائية باش ندليو بالخبرة ديالتنا، فحتى هذه ما كنظنش أنه تيخول لنا. أنا اليوم نفحص طفلة خديجة، طفلة القاصرة نفحصها اليوم، فما هنمشيش أنايا عند القضاء ونقول. خاص القضاء اللي كيقلبوا على أطباء محلفين اللي تيكونوا معاهم وهم اللي تيعطيوهم هاد الفرصة وتيعطيوهم هاد يعني هاد تيوكلوا لهم هاد الشيء وتيعطيوهم تيخليوهم يفحصوا المريض، وهم اللي تيدليو لهم بالخبرة ديالهم. يعني أنا اليوم شفتها وقلبتها وكل شيء، ما يمكنش، ما عنديش الحق، ما عنديش الحق لا ندلي برأيي، ما عنديش الحق في إطار المهنة اللي ممكن ندير نقدم الخدمات الطبيبية الوغ نعالجها إذا كان في قدر الإمكان كنعالجها. ما عدا ذلك ما يمكنش نفشي سر المهنة. منع كل من إفشاء الأسرار، ما يمكنش نفشيو السر. إفشاء الأسرار هي من العقوبات، عندنا عقوبات من ضمنها إفشاء السر المهني وممكن أن نتابع عليها.